لكن طبع النفس تواقة، النفس طبعها تواقة، خاصة النفس الأصيلة تبحث عن الحاجة السامية في كل شيء. ودك في المدرسة أنك الأول، ودك في وظيفتك أنك الأول، ودك في الترقية أنك الأول، ودك في. فلذلك لو جينا في أمور الدين، الناس مقسمين حتى في هذه الآية إلى ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، راعي معاصي، المعصية يفعلها ما تحدثه نفسه ولا ترده ولا تأنبه ولا حتى عنده ضمير يرده عن المعصية، فتشوفه ظالم لنفسه، يظلم هذه النفس لأن هذه المعاصي بترديها في النار. والله أمرنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. وواحد مقتصد يفعل الطاعات ويتجنب المحرمات، صحيح، ماشي على قولتهم بالقرنتي نظامي، يفعل المأمور ويترك واحد لا، سابق للخيرات، سابق للخيرات، تجده في النوافل، تجده في الصلاة على الجنائز، تجده في الاثنين والخميس، تجده في الذكر الطيب، تجده في البشاشة، تجده في المجالس، تجده في إصلاح ذات البين، تجده في العطية الطيبة، في الكرامة الطيبة، بابه مفتوح، في كل خير سباق في الخير، ما شاء الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فلذلك إذا بغيت تأتي في أي أمر اختار طيبه، وإذا اجتمعت المصالح فاختار أطيبها، وإذا اجتمعت مفاسد خذ آخرها. فلذلك مثل مسابقتنا في الدنيا على أن نتصدر بالعلم، فالأفضل أن نتصدر في أمور الدين. الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب العالمين. الله يجزاك خير أبو هادي ويكتب أجرك ويبيض وجهك على هالكلام الزين والتدبر المفيد إن شاء الله لنا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.